اللي راقص انا اكله منين؟ ربنا ما ينساش حد. عمري ما سمعت عن حد مات من جوع. ونعم بالله ونعم بالله ما قلناش حاجه، بس ربنا عطانا عقل. الواحد ما يسيبش شغلانه بين ايديه بياكل منها عيش ويقول ربنا ما ينساش حد وما حدش هيموت من الجوع. اذا كانت الشغلانه دي زي شغلانتني نعملوا ايه يا بنتي؟ ربنا هو اللي مكسب الارزاق ومسبب الاسباب. فكرك ما حاولتش زمان ندور على لقمه عيش نظيفه في سكه غردي؟ ابوكي مات وقابل ربه وما فيش مليم احمر في جيبي. اهل الخير عملوا اللي يقدروا عليه، اللي بقى يبعت لنا لقمه واللي يدينا هدمه، بس اللي حوالينا كلهم فقراء ما عندهمش ولا حاجه فايده، يا دوبك مكفيين روحهم وعيالهم. ولسه ما فقتش من موتة ابوكي الا واختي ماتت وفاتت لي فرحه يتيمه وما قدرتش نفرط فيها هي كمان. حطيتكوا انتوا التنين على بعض وحزمت وسطي وقلت نشتغل ونربيكم. شربت الدود في الميه ولا قمطارت في اللقمه، كيف صياد اللي رجوا نشفان ورا الفريسه. كنت صغيره حلوه وكل اللي مدت لي يده بالمساعده حقلي باله عي كله دي ارمله رخيصه ملهاش سعر. ولما كبرتوا انتوا التنين وشديتوا حيلكم بقت العين عليا وعليكم. فاكراها؟ يعني ايه فاكراها؟ هو انا اقدر انسى ايام زي دي اللي بتفكريني بيها؟ ربنا ما يعيد هيام. هديكي قلتي اها ربنا ما يعيد هيام. يبقى ايه لحسن؟ ديابة تاخد مننا اللي هي عايزاه في السر ورخيص وببلاش، ولا نرقص قدام الدنيا كلها وندوس دوس على الفلوس وعلى الرجال اللي ما عندهاش لا تقوى ولا مروه. كفايه يا امه كفايه، وجعت قلبي كفايه. احنا القلب بس اللي احنا فيه ده يا ربي، احنا كنا زينين وقفلين عليها الايام السوداء اللي عشناها دي. اللي عايز ربنا هو اللي حيكون، يا اما يعوزنا نكون بني ادمين يا اما نكون كيه البهايم نعرض لحمنا في الاسواق.